بيكم حبايبي النهارده في فيديو جميل جدا. بقى بصوا يا جماعه، احنا النهارده طبعا في اسكندريه في محطه القائد ابراهيم عند فندق رويال جويل، علشان ننقل لكم النهارده كل الفعاليات بتاعه المعرض. حاجه كده جميله بسم الله ما شاء الله. طبعا معرض رويال جويل ما شاء الله على طول بيبقى الاقبال عنده حلو. طبعا احنا النهارده معانا مديره المعرض استاذه ميرنا، هنشوف برضو كل حاجة معاها بإذن الله. عايزة أقول لكم دايما بيبقوا العارضين اللي معاها بسم الله ما شاء الله حاجاتهم مميزة جدا، وهنتفرج وهنشوف. اهو احنا في قصاد الترام على طول يعني، تمام، علشان برضو لو عايزين. وادي طبعا جامع القائد ابراهيم، تعالوا بقى نتفرج حاجات كتير. بقول لك كأنك داخلة مول كده، نتفرج على كله بإذن الله. احنا بقى دلوقتي في تنت رقم 16. ايه الحلويات بقى والمقرمشات والحاجات اللي بتفتح النفس دي؟ والله ده في حاجات كتير جدا، بس الشمس انا في بسكوتات وفي الفلوتس وفي الميلكة، بس عشان الشمس خايفين على الحاجه. والله في. طب ايه بقى بتبيعوا الحاجات دي بكام؟ ده ب 20. ب 20 15. ايوه. مكسرات مشكل 20. تمام. المقرمشات حلو 15 ده كله. ده ماليزي ب 20 يا سيدي، يعني انت ماشيه كده تقومي قاعده منقنقه في المعرض. تسكيتي البسكوتات دي ب 15. 15 بس؟ حلو والله. 10 يا جماعه، عروض حلوه والله العظيم النهارده. 10 جنيه. الله ينور عليك. كاكاو خام اسباني، ده ده كاكاو عشان نعمل كيكه الشوكولاته. ده خام، ده خام اسباني. 25. 25 تمام يا قمر. حلو. في كمان شغل براندات اهي. وفي بقى النهارده بصوا الفوط دي يا جماعه، ايه عرض الفوط ده؟ سلام عليكم. ايوه. ايه يا فندم بقى العروض الحلوه النهارده بمناسبه عيد الام؟ عروض الدفايات نازله من 175 ل 150. 150 الدفايه. لا منهاج. بتكفي سرير كبير. عرضها مترين ونص ب 2 ونص. انتوا هنا بتبيعوا بالكيلو ولا الدنيا ايه؟ عندنا برضو بالكيلو. ايه بقى الفوط؟ فوط بالكيلو اللي هي بواقي التصدير. بكام الكيلو؟ الكيلو ب 150 جنيه. كيلو ب 150. بدل 175. بدل 175. تمام. حلوه قوي. احنا طبعا في 39. بصوا بقى حبايبي بقى الاكسسوارات كمان، تعالوا بقى نشوف شوف المفارش بقى، مفارش بقى ايه اللي داخله على العيد والحاجات الحلوه دي. ايه الرنر القمر ده؟ ده ب 60 بدل 100. حلو قوي. ترابيزه صالون، ممكن ترابيزه ركنه، ممكن بتاع الكنبه كده بزاويه، ممكن بتاع السرير بزاويه. حلو. وعندك ايه تاني؟ ايوه ان شاء الله. في بصوا الحاجات الحلوه، الفرو بقى اللي بتحبوها دي. بصوا احنا في رانر يا جماعه 18، سوري احنا في تنت 18. واحد مش مركز. في الكبير ده؟ اه. ده سفره؟ كام ده بقى؟ ده ب 140 بدل 200. حلو قوي. طبعا ما فيش الا البيج بس ولا في الوان ثانيه؟ نبيتي اهو. نبيتي اهو متعلق. وفي الكشمير والبامبي يا سيدي. حلوه قوي. تمام يا قمر. في دي برضو. خدادية. اه لو عايزه اللون اللي هو ايوه سيمون شويه. دي برضو قطيفه. حلو قوي. 35. جميله جدا والله. حلوه جدا. اوه حاجه زي ايكيا كده، زي شغل ايكيا. او ايكيا عشان ما حدش يزعل. تمام. حلو قوي. 140 بدل 200. ماشي يا جميل. حلو قوي. ب 150. تمام. حلو قوي. انت بقى ليكي جروب على الفيس. ماشي يا قمر. ندخل بقى على الاكسسوارات اللي انا عن نفسي خدت منها واستعملتها، وهي قمر جدا. وبصراحه حاجات بنات شيوكه خالص الحقيقه. ايه الحاجات الحلوه بقى النهارده بقى في عروض فظيعه؟ ايه العروض بقى؟ الانسيالات دي. اي انسيال 35. اي انسيال 35. حلو قوي. ايوه زياده كمان. تمام. وهنا الانسيالات دي بتبدا من اول 50. تمام. من اول 45. حلو قوي. والبنادورات دي بتبدا من اول 30. اعلى حاجه فيهم 50. ايوه. والسلاسل دي خلاص. وهنعمل بقى فيديو مفصل كمان عشان نفرجكم على كل حاجه. طبعا فين؟ في 17. هكمل لكم المعرض. في برده حاجات ثانيه كده، جلد لازارا اهي. بصوا يا جماعه الاشكال وجمالها. في حاجات بقى طبيعيه كمان. لا في كمان، تعالوا بقى ندخل نتفرج. بصوا ده بقيه المعرض، ملابس براندات وحاجات حلوه. في طرح، في سويت شيرت، يعني تقريبا كده مفيش حاجه ما سبناها. بصوا التيشيرت ده مثلا. السلام عليكم. في عروض حلوه النهارده؟ ايه العروض بقى؟ عندي البدله اللي عامله، كانت عامله 1100. عاملين عليها خصم 375. 375 بدله رجالي يا جماعه. دي لغايه مقاس كام؟ مقاس 54. بجد والله؟ في الوان كتيره، في البني وفي الرصاصي. لغايه مقاس 54 متاكده؟ اه
حلو ب 350 والله يا بلاش، حاجه جميله قوي. عندي شميزات زي كده ب 125 عامله عليها عرض. حلو جدا. والبنطلون الجينز ب 150. تمام، البنطلون الجينز ب 150 حلو. وعندي سويت شيرت ب 125، واللي ياخد اربعه ياخد الواحد فيرسي دي. شاكرين يا عمر. بصوا بقى، في كمان طرح حلوه قوي وشالات زي ما احنا شايفين، حاجات شياكه قوي قوي. ايه يا قمر؟ ايه بقى الحاجات النهارده عندنا عروض حلوه؟ اهلا بيك. احنا براند فاشون جيت. فاشون جيت. ايوه يا سيدي، بوابه الاناقه والموضه. ايه ده الطرح الحلوه دي بكام بقى دي؟ احنا التصميمات الخاصه بتاعتنا. اه جميله. الواحده ب 100 والثلاثه ب 150. الواحده ب 100 والثلاثه ب 150. احنا لنا تصميماتنا الخاصه طبعا. حلوه قوي. بصوا يا جماعه الطرح الجديده دي، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ يعني هي موجوده عندي مش موجوده في اي حته ثانيه. الله ينور عليك. تمام، حلوه قوي. بصوا هبقى اعمل لكم برده جوله تفصيليه فيها، لان في عروض حلوه جدا. الله ينور عليكي. قلنا بالواحده ب 100 والثلاثه ب 250. ايوه بصراحه ديزاين. ايه القمر ده؟ لا ده انا لازم اخد حاجه منهم النهارده. بصوا الجمال، ربنا يخليكي. بصوا ايه الدلع ده، حاجات حلوه. لا 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 عايز. تمام ماشي يا قمر. اه بكام؟ تخفيض الواحده ب 75. تمام. وعندي عرض على الطرح الساده. اه الثلاثه ب 100 جنيه. الثلاثه ب 100 جنيه، احنا في 43 يا جماعه، 43. تمام. وعندي كمان عروض واوفر على الشيلين. ايه بقى؟ 75 و100 و120 و150. حلو قوي. كله عليه تخفيضات. تمام. وعندي مجموعه سكارفات كتير جدا. حلو قوي. وحاجات حجاب. تمام. وبنطلونات. عندي كل جميع البنطلونات. شاكرين يا جميل. السلام عليكم. ايه العروض اللي موجوده النهارده بقى؟ عندنا بيجامات هنا. ايوه. الاسدالات بتبدا من اول 75. من اول 75 الاسدال؟ لحد 150. حلو قوي. وفي بيجامات. بيجامات ثلاث حتت ب 175 لحد 200. حلو قوي. وفي 150 كمان. في 150. في برضه بيجامات شبه دي برضه بتبدا من اول 175. حلو قوي. احنا في تنت 44 عشان تبقوا عارفين العروض الحلوه دي. الدفايات بتبدا من اول 90. من اول 90 دفايات الجميله. والدفايات الاطفال بتبدا من اول 75. الله ينور. حلو قوي. دفايات اطفالي ولادي وبناتي ب 80. تمام. في جواكت شبه دي بيبدا من اول 130. شبابي؟ شبابي وبناتي. حلو قوي. تمام. المجموعه دي باي شركه او اي جاكيت من دون ب 50. حلو. في الترنجات دي ب 175. والجلاليب؟ في الجلاليب بتبدا من اول 150. اه 150. 150. حلو قوي. تمام. وفي جلاليب. تمام. 120. حلو. بصوا يا جماعه الحلويات النهارده ما تسيبوش المعرض يا جماعه، ولا النهارده ولا بكره، لان باذن. السلام عليكم. ايه بقى الحاجات الحلوه دي؟ ده الستايلات بقى، المحجبات والحاجات المحترمه دي. عامله ايه العرض اللي عليها يا جميل؟ ده 300 بدل 450. 300 بدل 450 لغايه مقاس كام؟ لحد 2 اكس. لغايه 2 اكس. بصوا بقى الحاجات الحلوه دي. اه ده قطعتين ولا بكام يا قمر ده؟ 350. المقاسات بقى لغايه كام؟ لحد 2 اكس. لحد 2 اكس. تمام. اه تمام. 230. حلوه قوي. الله ينور. بنطلونات جينز، اي بنطلون ب 120. اي بنطلون ب 120. شارلستون الليجا. اه والبيجامه ب 130. تمام. بصوا يا جماعه، شاكرين يا استاذ. بصوا يا جماعه بقى، كمان الناس اللي بتحب الحاجات الحلوه دي بكام يا قمر؟ السلحفه دي ولا هي ايه؟ 135. طبعا انت بتقولي لهم بقى بتتربى ازاي وبتشرب ايه والحاجات دي عشان انا ما اعرفش. على فكره ايوه اتكلمي عن ايه تاني بقى؟ ماشي. بصوا في حاجه اهم حاجه تعيش في الشمس. طب تمام. في شمس. تمام، متشكرين يا حبيبتي. في كمان الصابون الطبيعي بقى والحاجات الطبيعيه بقى دي. بكام بقى يا استاذه الحاجات دي ومكونه من ايه؟ الصابون ده طبيعي من الزيوت الطبيعيه الغذائيه. صابون من من الزيوت الايه؟ الطبيعيه؟ الطبيعيه الغذائيه اللي بتتاكل. حلو قوي. جوز الهند. جوز الهند. اه واللوز. انا شايفه شوكولاته مكتوب عليه، ده معمول من الشوكولاته؟ بس من الشوكولاته الطبيعيه. حلو جدا. ده بكام يا استاذ بقى؟ القطعه 100 جرام ب 25 جنيه. القطعه معمول يدوي. اه ده بيبقى مهم لايه؟ للبشره بقى؟ لجميع انواع البشره. تمام. وعينا بتصميمه ان هو ينفع لجميع انواع البشره. تمام، زي ما انتم شايفين بقى الحاجات دي موجوده النهارده وبكره. متشكرين جدا. تمام، الله ينور على حضرتك. تعالي بصوا احنا كده وصلنا لايه؟ لاخر حاجه اللي هي الخداديات والحاجات القمر دي. السلام عليكم. ايه الستاير الحلوه دي؟ في عروض كده بكام بقى يا جميل بقى الستاير بتاعت رمضان الحلوه دي؟ عروض على رمضان. القطعه ب 250. القطعه ب 250. حلوه قوي. على استراتيجي اطفال
الاوفر برضو ب 250. حلو قوي. حلو قوي. القطعه السادسه هنا قطيفه ب 150 القطعه. طبعا هبقى اعمل لكم ان شاء الله برضو حاجات مفصله. بص يا جماعه انا جبت لكم الاخر حاجه لغايه بقى العبايات والحاجات الحلوه دي اللي هي 50 تنت 50. عندك عروض ايه يا قمر؟ حضرتك اللي معايا معلش انا. لا هو لا في حاجات العبايات القطيفه كلها عامله 130. 130 حلو قوي. اي حاجه بقى تعليمي. ايوه تمام. حلو جدا. يعني النهارده عروسه ست بيت ام كله بكام قلنا؟ ب 130. ب 130 القطيفه واللي هي الاستقبال بقى الحاجات الفانكي دي 130. انت في سنه كام؟ بني اعدادي. طب يا حبيبي ربنا يوفقك يا رب. اي حاجه في 100. ايوه اي حاجه في 100. اي حاجه في 100. تمام جميل قوي. الله الله ينور. انا جبت لكم كل المعرض يا جماعه. تمام. بصوا يا جماعه في حاجات للعيد حلوه جدا. بس المقاسات لغايه كام يا قمر؟ مقاسات لغايه يعني بصي حاجه زي كده تلبس 140. الله ينور. واللي وراكي بقى الحاجات اللي هي الالوان لا اللي هي ستاند التاني ده. بصوا بقى بكام دي؟ 100. اي حاجه في الستاند. اي حاجه. بصوا يا جماعه في الستاند ده ب 100 بس. يا نهار ابيض. كده برضو 150. حلوه قوي. شاكره يا قمر. شكرا. الله يخليكي. انا عملت كده جوله سريعه. يا رب الجوله تكون عجبتكم. ما تنسوش لايك واشتراك وشكرا والسلام عليكم.